تحية طيبة. عم نحكى كثير اليوم عن الفيوتشر فورسايت، الاستشراف المستقبلي، الاستبصار المستقبلي. طيب نحن في عنا استراتيجيك بلانينج، وفي عنا الفيوتشر فورسايت، وفي عنا السيناريو بلانينج، فصارت القصة شوي كونفيوزينج، يعني عم تضيع المستمع أما عم تضيع الناس اللي عم يشتغلوا بالمانجمنت. أولا شو هو الاستشراف المستقبلي؟ الفيوتشر فورسايت. الاستشراف يعني باللغة العربية انك تروح تقعد على مكان عالي يمكن خارج المدينة وتحاول تنظر الى البعيد وترى ما هو قادم او من هو قادم حتى تتجهز له، هذا بشكل عام الاستشراف. الاستبصار والبصيرة ايضا انك انت تشوف من دون البصر، تشوف بعين العقل، تشوف بعين القلب، تشوف بالمستقبل، تشوف بالزمن، هذا الاستبصار والاستشراف. طيب في عنا هلأ التخطيط الاستراتيجي، بيجي واحد بيقول لك طيب شو الفرق، حيرتونا شو الفرق ما بين التخطيط الاستراتيجي اللي هو عم يشتغل لك انه ينقلك من مكان لمكان بالمستقبل وما بين الاستشراف المستقبلي والاستبصار المستقبلي. الفرق الاساسي والجوهري هو في الاتجاه، في الدايركشن، يعني من اين تبدأ واين تنتهي، هذا الفرق الاساسي والجوهري ما بين التخطيط الاستراتيجي strategic planning والفيوتشر فورسايت اما الفيوتشر ثينكينج الاستشراف اما الاستبصار المستقبلي. يعني بالتخطيط الاستراتيجي انت بتشوف انه في عندي مكان مستقبلي بدي خلي شركتي تروح عليه اما منظمتي تروح عليه، سواء على مستوى الارباح اما القدرات اما الاسواق الى ما هنالك من رؤية انت وضعتها لك، وتبدأ بوضع الخطط ابتداء من الحاضر الى المستقبل، بتصير تحط الموارد والخطط وبتعمل البلان، بترسم الخط من هنا الى النقطة المستقبلية اللي هي على سبيل المثال اما الاهداف الاستراتيجية المرحلية اما الرؤية المستقبلية طويلة الامد، وبتبدأ بتضخ موارد في هذا الامر. بينما الاستبصار اما الاستشراف لا، الاستشراف بيخليك تشوف قبل المستقبل، تتنبأ بالمستقبل وتعود إلى الحاضر وتخطط من المستقبل إلى الحاضر. يعني طبعا هو منه علم غيب، هذا منه علم غيب، ولكن بعلم الاستشراف بندرس شيء بنقول له نحن الإشارات الضعيفة الويك سيجنال والسترونج سيجنال، الإشارات القوية بندرس الترندز التوجهات، بندرس الداتا الصادرة، بندرس يمكن الانتنشن تبعيت اللي عم يشتغلوا معي اللي عم يلعبوا معي في هذه اللعبة الاستراتيجية، أنا والنوايا بحاول استشف نواياهم وبرسم عدة صور للمستقبل، لأنه المستقبل لأنه غامض من الممكن أن يكون كما تتخيله ومن الممكن أن يكون بعيد قليلا عما تتخيله ومن الممكن أن يكون بعيد جدا عما تتخيل، فبرسم عدة صور للمستقبل وبعمل باك كاستينج. باك كاستينج يعني برجع بالخلف بحاول ابني أعمال وإجراءات بناء على هذا المستقبل، يعني هو نسخة محدثة من السيناريو بلانينج، من تخطيط السيناريوهات. طيب هلأ التخطيط الاستراتيجي بالتأكيد يستفيد من عملية الفيوتشر فورسايت، لأنه الفيوتشر فورسايت إذا كان في عندك واحد عنده عقلية الاستشراف وأدوات الاستشراف بيقدر يضخ سيناريوهات في عملية التخطيط الاستراتيجي، هذا أمر مؤكد. فخليني أعود رجع الفرق ما بين الفيوتشر فورسايت والاستراتيجيك بلانينج لأقول إنه هو الاتجاه. باستراتيجي بلانينج أذهب من الحاضر إلى المستقبل، بالفيوتشر فورسايت أبدأ من المستقبل إلى الحاضر. طيب الحرب الروسية الأوكرانية يعني مثال جميل. بالحرب الروسية الأوكرانية الروس كانوا يخططون تخطيطا استراتيجيا لاجتياح أوكرانيا، فهون كان في عندهم استراتيجيك بلانينج، عم بيحطوا ريسورسز، عم بيضبطوا موضوع النفط، عم بيضبطوا موضوع المال، عم بيضبطوا موضوع الشبكات لحتى يروحوا يقوموا بهذه الخطوة. فهني كانوا عم يعملوا استراتيجيك بلانينج لأنه هني كانوا يتوقعون هذا المستقبل، أو بالأحرى هن بدهم يقوموا بهذه الخطوة، فهم صنعوا هذا المستقبل. بالنسبة لنا الدول
دول العالم الثالث، دول كبرى، الدول الناميه اللي ما كان عندها اي فكره، هون كان فيها تعمل شيء بنقول له نحن استشراف واستبصار وبصيره، انه درست الاشارات اللي عم تصدرها روسيا، درست وضع روسيا، درست انه الروس يمكن ما قبلوا بقصه تفكك الاتحاد السوفيتي، درسوا انه الروس مش قبلانين بالناتو عم يتوسع حواليهم، وراحوا بنوا مستقبل من الممكن انه روسيا تجتاح اوكرانيا اما اي دوله من دول البلطيق. هون كان دورنا نحن كدول نعمل عمليه استشراف ونرجع من المستقبل ونبني خطط على اساسها. الاستشراف لا يهتم بالخطه وتفاصيل الخطه بقدر ما يهتم بتخيل عده اوجه من المستقبل من خلال الادوات. وعمليه الاستشراف المستقبلي الفيوتشر ثينكينج في إلها مجموعه من الادوات اليوم صار متعارف عليها، طبعا بدها كورس متكامل لوحدها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.